بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أفعالنا، وتقبل منا أعمالنا، إنك أنت التواب الرحيم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وصلنا وإياكم بفضل الله جل جلاله إلى تقريبا الثلث الأخير من جزء عمة، وبلغنا سورة العلق. وهذه السورة هي أول سورة مكية، بل أول سورة في القرآن، ترتيبها رقم واحد، ترتيب هذه السورة رقم واحد. وسماها البعض سورة اقرأ، وسماها البعض سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسماها البعض سورة العلق. وقلنا أن المفسرين عندهم مناهج في التسمية، منهم من يسمي بالكلمات الأولى في السورة، ومنهم من يسمي، طبعا كله بناء يعني آثار لأعظم موضوع في السورة. وهذه ما يعني فيه سعة عند المفسرين، وهذا كله مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سميت بسورة العلق، وزي ما حنشوف الآن بالسورة أن الله جل جلاله يذكر الإنسان بأصله، ويذكرك أنك أنت من هذه القطعة الدموية الصغيرة التي اسمها العلق، هذه القطعة التي تعلقت في رحم أمك، وهذه القطعة التي نشأت منها، فأصلك وأصلي وأصل كل إنسان من هذه القطعة من الدماء. ابتدأ الله جل جلاله السورة بالأمر فقال اقرأ. خلينا نشوف شو ذكر الشيخ ثم نعلق على ذلك إن شاء الله. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. أمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة اقرأ مكية 19 آية. سماها سورة اقرأ. نعم. مكية 19 آية، صدرها إلى من ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن. صدرها يعني أولها، صدر الشيء أوله، أول خمس آيات إلى قوله جل جلاله علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. وذلك بغار حراء، رواه البخاري. بسم الله. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وغيرهما، الحديث الذي ذكرناه البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في غار حراء يتحنث الليالي الطوال، فنزل عليه جبريل عليه السلام عندما بلغ من العمر 40. وأغلب الأنبياء والرسل بدأوا بالرسالة وأمروا بتبليغ الرسالة عندما بلغوا 40 سنة. وهذا العلماء قالوا لحكمة، أن كمال العقل البشري وكمال الرجولة تكون في سن 40. لذلك قال الله جل جلاله في سورة الأحقاف أظن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أشده يعني أعلى مستوى في القوة، لذلك يقال أنه بعد 40 يبدأ النزول، داود يبقى حتى 40 ويبدأ بعد 40 النزول، ولكن طبعا بتدرج، الصعود بتدرج والنزول بتدرج. وكمال العقل أي خبرة الحياة وما لاقى من أمور في حياته تكون عند 40. لذلك أغلب الأنبياء أمروا بالرسالة وبتبليغ الرسالة في سن 40. في هذا السن، وعليكم السلام، في هذا السن اللي وراء أربل هون لازم تكون، هذا السن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كيف كان ذلك؟ بعد ما كان النبي يتفكر 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 يتحنث كما تقول عائشة رضي الله عنها، نزل عليه جبريل عليه السلام فهو يحدثنا صلى الله عليه وسلم بما حصل معه، فيقول كما في البخاري أن جبريل تغشاه، كأنه شيء شعر بتؤل بثقل عليه وخاف، شيء جديد، صوت غريب، فقال له اقرأ، فأجاب قال ما أنا بقارئ. النبي عليه الصلاة والسلام أمي، وأمية النبي صلى الله عليه وسلم ليست قدحا فيه،
إنما هي مدحا له، بل إن ربنا جل جلاله سمى هذه الأمة أمية، هو الذي بعث فيه الأميين رسولا منهم، بل إن أغلب الصحابة كانوا أميين، بل إن الواحد منهم كان لا يعرف أن يقول للشهر 30 يوما، إنما كان يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويشير بيده 10 ثم 10 ثم 10. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم مدحا له، أي مع أميته استطاع أن ينشر الدين في الأمة. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وفي المرة الثالثة قال له، وهذه كانت الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا يا إخوان العلماء اتكلموا تفصيلا في موضوع اقرأ، يعني أنت اليوم بس تسأل هذا القرآن اللي هو منهج دستور الأمة، شو أول آية نزلت فيه؟ شو أول كلمة بالآية؟ اقرأ. لذلك قالوا هذه الأمة أمة اقرأ، وتبدأ القراءة بالقرآن. لذلك عندما قرأت الأمة القرآن صار عندها الهمة لتقرأ الحديث، عندما قرأت الحديث صار عندها الهمة لتقرأ العلم، عندما قرأت القرآن والسنة وكلام العلماء سادت البلاد والعباد. وعندما هجرت الأمة العلم وهجرت الحديث هجرت القرآن، وصلت إلى أسفل سافلين زي ما شايفين اليوم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك دعوة لنفسي أولا، ودعوة لإخواني ودعوة لإخواتي، خصوصا الطلبة. تعرف شين طالب علم أنت؟ طالب، اسمك طالب، طالب، طالب الدين، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. وأنا دائما مذكر نفسي وإياكم وإخواني وأخواتي، إذا لحظة بتمر على قلبي أو قلبك إنك أنت عم تطلب علم حتى بيوم من الأسك كرتوني أو تمسك شهادة أو تقعد تجادل أو تماري أو تشوف نفسك على الناس، فاعلم أنك ترسم طريق النار لنفسك. فبقاؤك أمي خير لك من هذا العلم. وكمان بالمقابل إذا كنت أنا صادق ومخلص أني أنا فعلا طالب إحيي الدين في الأمة، لأنه اليوم شايف الجهل منتشر في الأمة، فأنا مجتهد على, على, على الناس في الأمة ببيتي وبشغلي وبعملي وبالشوارع وبالمقاهي، فأنا بدي أطلب علم مظبوط، ولا بصير أنا ناشر. لذلك الشيخ محمد ياسر رحمة الله عليه من كان سببا في إنشاء هذه الدعوة المباركة كان يقول دائما في كتابه في ملفوظات في ملفوظاته، يقول إذا الدعاة إلى الله قاموا بهذا العمل من دون علم فهم سبب لنشر الضلال. إذا الدعاة إلى الله قاموا في هذا العمل من دون علم فهم سبب لنشر الضلال. بيجي داعي إلى الله وما بيعرف حدوده وين، ما بيعرف وين يتكلم وما يتكلم، أتكلم فيما أعلم. إذا ما كان عنده الحدود الصحيحة فيتطفل ويتطرق إلى ما يعنيه فيفسد ويفسد هو. لذلك إخواني في الله نحن أمة القرآن، أعظم دعوة الدعوة بالقرآن. لذلك ربنا جل جلاله قال على القرآن الكريم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر بالقرآن، قد ما حكيت أنت كلامك ولا شيء حد آية من آيات الله، والله آية فيها أنوار يا إخواني في الله بتسلب الأرواح والعقول والقلوب. فلذلك نرجع قراءة وتلاوة. اليوم واحد من الإخوة اللي بيشتغلوا الله يجزيهم خير بالديزاين بالكتب سمع منا بمجلس أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يختموا القرآن كل 7 أيام، جزأوا لسبعة أجزاء. فكان عم يسألني في مصحف بالمكاتب مجزأ المصحف لسبع أجزاء؟ قلت له والله أنا ما شفت. فقلنا بدنا نبحث، يعني بدي أخدم الدين بما أستطيع. قال لي والله إذا ما في بدي حاول اجتهد لأعمل مصحف مقسم لسبع أقسام، بركي بننشر هذه السنة، سنة الصحابة المهجورة، أنه نصير نرجع نختم القرآن كل 7 أيام، إذا منستطيع نرجع نعيش مع القرآن. فانتظروا من الأمة الخير العظيم. هذا اقرأ، وإياك أن تقرأ من دون استعانة بالله. عشانك مباشرة اقرأ باسمي. وإذا بترجعوا أول درس بالتفسير إيش قلنا معنا باسم؟
هاي بقى الاستعانة، أي أبدأ مستعينا بالله. فأنتم كلكم سوا، وأنا وأكبر المشايخ والعلماء كبارا وصغارا، ما فيها نجلس مجلس علم ولا نفهم شيء إلا مستعينين بالله. عشان كل ما نبلش المجلس شو نبلش فيها حمزة؟ بسم الله. عود منيح وأخرى، يلا. بسم الله والصلاة لله الرحمن الرحيم. اقرأ أي أوجد القراءة مبتدئا. باسم ربك الذي خلق أي الخلائق، خلق الإنسان أي الجنس. لذلك العلماء قالوا بس بدنا نبدأ بالدعوة، أول صفة بنحكي فيها عن الله شوية، ها؟ خالق. الله خالق، الله خالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول صفة تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هي الخلق، فهي من أول ما تؤثر بالمدعو. عشان هيك إذا كنت أنت بتدعي مع الناس كثير، الناس اليوم تقول شيخ طب نحن كيف ندعي مع الناس؟ أنا أول ما تبدأ به مع المدعو تقول له الله خالق كل شيء، كل شيء يخطر في بالك الله خلقه، وغيره مخلوق، والمخلوق لا يخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فأول ما تتكلم فيه مع المدعو أنت كداعي كطالب علم كملتزم عن صفة الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. من علق أي جمع علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. الخطوة الثانية مع المدعو شو هي؟ أول شيء بعظمة الله وخلقه، النقطة الثانية تذكروا بأصله، لأنه دائما الإنسان المدعو يكون متكبر، فنتذكروا أنت شو أنا شو أنا وأنت، أصلنا نقطة مي بعدين صرنا شقف الدم، قطع الدم هذا أصلنا ما فيناش نهرب منه. خلق الإنسان من علق، لما سميت علق؟ قال لأنها تعلقت في جدار الرحم، قدر الله لها أن تعلق وما تذهب كما ذهب غيرها، فعلقت فكان منها الإنسان، لذلك سميت بالعلق. نعم. اقرأ تأكيد للأول، وربك الأكرم أي الذي لا يوازيه كريم، حال من ضمير في اقرأ. طبعا الأكرم صفة بتكون مفاضلة، يعني أنا بقول فلان أكرم، بس دائما بتبع بشو؟ من فلان. ولكن هنا جاءت مطلقة، اقرأ ورب أكرم، ودائما بس نقول بالإطلاق بالعموم، فيفيد كل معاني الكرم تحتها، وهذا من أجمل معانيه، أنك أنت بس تبدأ مستعين بالله عز وجل وتبدأ بطلب العلم وتستعين بالله، الله يفتح عليك، والله يفتح عليك فتوح عجيبة جدا. يا إخواني الإمام النووي اللي ما في مسجد أظن بالعالم وأغلب البيوت إلا فيها كتابه، يا رياضين يا الأذكار، كتاب الأذكار، عشان هيك قال العلماء بيع الدار واشتري كتاب الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار. هذول الكتابين لا أظن أحد طالب على وجه طالب علم على وجه الأرض إلا بيعرفه. هذا الإمام النووي كتب مئات الكتب، وهو الرجل الأول في المذهب الشافعي، وهو محقق المذهب الشافعي، وهو له أعظم شرح لصحيح مسلم عشرات الأجزاء، كتب كتب بالمئات، وهو محدث وفقيه، وكتب في كل الفنون، ومات عمره بالأربعينات. اقرأ وربك الأكرم، قول بسم الله واقرأ، انهج، تحرك، كن صاحب همة، كن صاحب همة، واستعن بالله ولا تعجز، وربك الأكرم سيعطيك. كم من إنسان يا إخواني بالله عليكم بدأ وما يعني ما فيش عنده هلمة، قال بس بدي أبدأ، استعان بالله وبدأ، 5 سنين 6 سنين 7 سنين خلص القرآن الكريم، لا من الحفظة. كم من أخت قال بسم الله بدي أبدأ، صارت من الحفظة. كم من أخ جاء حضر مجلس علم قال بسم الله أنا بدي سجل بالمعهد، شو بينقصني فلان وفلان، والحج معين ما شاء الله عنه، عم صلح له ورقته والحج معين، شو ما شاء الله كاتب كتاب مرتب، بس قول بسم الله ما شاء الله طرقعان للحج، لا ما عادش يكتب امتحان بعد، طلع بقول انا شو ناقصني الحج، عمره 110 سنين وبعدين انا ده بعدني لهلا انا مش عم. لا يا اخواني اقرا وربك الاكرم، استعن واكمل. اليوم عفوا بكلمتي شباب مش ماسك قلم بايده، شباب مش ماسك قلم بيطلع على الولايه شايبه ماسك قلم بايده وعم بيكتب وعم بيسجل وعم بران، شوف قديش بيسال على التليفون بعدين شيخ هدي يعني نحن نكون يا اخواني في الله عندنا همم. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم هيك نور هالكلام اللي عم نسمع تفسيره يجي في حياتنا، يرزقنا الهمة للدعوة والهمة للعلم والهمة للحركة للدين لمجالس العلم والإيمان بإذن الله مستعينين بالله. نعم. الذي علم أي الخط
بالقلم، وأول من خط به إدريس عليه السلام. لذلك طالب علم ما فيش له مذكرة، ما فيش له قلم يكتب فيه، سامحوني تزعلوش مني، ما حدا يزعل، قاعدين هيك احنا بس تسلاي مزبوطين عم بحكي الأغنية. طيب انه شو عم تعمل انت يعني؟ شو عم تعمل؟ عم تعتمد على عقلك يعني؟ ما هلا بعد كم يوم بسألك من اللي سمعته 99% من اللي سمعته راحوا، شو عم تعمل؟ لذلك تقييد العلم بالكتابة. مجلس الإيماني تسمع تزداد إيمانيات، بتقول والله الحمد لله حسيت حالك استفدت إيمانيا أنا، بس العلم اللي بدك تضبطه بده يكون له قيد. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الفلاة شاردة. بعدين مش بس هون، وين ما كنت حتى رأيت بعض طلبة العلم بعد خطبة الجمعة، إنه بخطبة ما بصح تلتهي، بعد خطبة الجمعة بيطلع دفتره وبيكتب شو سمع بالخطبة، شو استفاد، شو عنده أسئلة، بعد خطبة الجمعة، بعد أي درس، بعد أي محاضرة، بخزان بخزن. خبرتكم هذيك المرة كنت عم براجع الأشياء اللي عندي في البيت، طلعت على دفتر من 2002 يمكن 2003 من أيام الأزهر، أطلع الفوائد اللي أخذناها نحن وصغر، يا الله قديش لها أثر، أثر كبير. بكرة هالدفاتر بتسجلها، إن بقيت أنت بتراجعها، ما بقيت الأولاد براجعوها، بقولوا عم والله أبونا كان من طلبة العلم. فلذلك لابد يكون عندنا مذكرة وقلم. نعم. علم الإنسان أي الجنس ما لم يعلم، أي قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. كلا أي حقا إن الإنسان ليطغى. كلا فيها معنى الزجر، يعني نهي عما سبق. و طب سؤال بس، كلا فيها نهي عما قبل، نهى عن شو طيب؟ ها؟ نعم كمان. هو شوف انت بعد كلا شو في، بتعرف شو الانسان الذي بعلمه يتكبر سواء علم الدين او الدنيا يعني، فربنا يزجره ولك انت اصلك جاهل، ما تتكبر بهذا العلم، صرت تعرف تحكي كلمتين، صار معك شهاده، صار معك دكتوراه، صرت تفوقت على الناس بشيء معين، دير بالك انت اصلك لا تعرف شيء. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، هو الذي علمك. كلا إن الإنسان ليطغى. الطغيان شو هو؟ تجاوز الحد. الطغيان تجاوز الحد، لا تتجاوز حدك، حدك أن تعترف بعبوديتك لله تعالى. نعم. الرآه أي نفسه استغنى. الرآه أي رأى نفسه. نعم. استغنى أي بالمال. لذلك يقال في اللغة العربية أراني، أراني كنت في يوم من الأيام أفعل كذا، أراني أرى نفسي. الرآه أي رأى نفسه. شوي. نعم. نزل في أبي جهل ورأى نية واستغنى مفعول ثاني، وأن رآه مفعول له. نعم. إن إلى ربك أي يا إنسان الرجعة أي الرجوع تخويف له، فيجازي الطاغي بما يستحق بما يستحقه. أول خمس آيات نزلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو بالغار لعند ما لم يعلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة أول ما فات عند مرته، وهذه فيه إشارة إنك بس ما تبدأ تجتهد في الدين لازم تحط خطة أنت وأقرب الناس إليك. واليوم نحن عنا ميت شوت البيوت، بتحط خطة أنت والمرأة بيمشي حالك، فيش خطة أنت والمرأة فض بالحيطان ما في مجال. فحطوا خطة مع نسائكم، فيش نسائكم مع أمهاتكم، بس حطوا خطة بالبيوت حتى ما يكون البيت خنجر في ظهر المسجد. بعدين قالت له أنا أول من أستجيب وأنت أول من تدعو، يلا أنا مستعد جاهزي. بعدين من أول يوم عرفت هي داعية بلشت بها الزيارات، ولا جابت مجموعة من النساء وهو بلش دعوة، عرف مين؟ أبو جهل. فبلش أبو جهل يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا تعالى بعد هذه الفترة يعني بعد كم يوم أنزل باقي السورة على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك دائما الآيات التي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالأحداث التي تمر معه. أول خمس آيات هو بحاجر هو بالغار، الآيات من عند كلا إن الإنسان لا يطغى بلش ربنا تعالى، بدأ ربنا يخبر النبي عن طبيعة الإنسان الذي سيواجهه، وعلى رأس من واجهه عليه الصلاة والسلام أبو جهل. نعم. أرأيت أي في مواضعها الثلاثة للتعجب الذي ينهى أي وهو أبو جهل عبدا، هو بس أبو جهل المراد عموم اللفظ مش خصوص السبب، نزلت بأبو جهل بس كل إنسان بيكون سبب إيقاف مسلم عن الدخول على بيت الله، أو بيكون سبب أن يمنع أو يؤخر إنسان عن الجهد لدين الله،
بسبب سموم يبثها في أذنه يقول له لا وما تروح ودير بالك وبلغ مساجد وبلغ الملتزمين وهو المبتدعين وهو الضالين وهو اللي إذا معهم بتصير مبتدع والبدعة بتركبك وبعدين أنت ما بيجوز ولازم تعمل. هذا يندرج تحت هذه الآية. لذلك ربنا قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ليس المراد منه فقط الصلاة، أي صلى وتقرب وتطوع إلى الله جل جلاله، ينهاه. قد يكون كافر بينهى المسلم نهي مباشر، وقد يكون غير كافر بس بتغطي بتياب الإسلام قاعد يلقوت الشباب على يمينه وعلى الشمال ويقول لهم ديروا باكلوا وما تروحوا لهون وش بدكم بهالمسجد وما تصلوا بهالمسجد، بس همه وشغلته يمنع الناس عن الدين وجهد الدين. ماذا له؟ نعم. عبدا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رأيت إن كان أي المنهي. هلأ منشوف شو قلوا بعد هالأيتين، بس بالمقابل عم بقول لك ربنا تعالى طب هذا اللي عم بينهى عن الصلاة وعن الدين، طب إذا كان على التقوى، إذا كان هذا الطريق اللي ماشي فيه طريق التقوى أكمل. على الهدى أو للتقسيم أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب أي ناهي النبي، أي ناهي النبي وتولى أي عن الإيمان. احيانا حتى يعني يمنعك من المسجد، يمنعك من الدين، يمنعك من جهد الدين، بده يكذب بالطريق، يكذب، فهذا الكذب يستخدمه سلاح حتى يؤخر المسلم عن الدين. فربنا قال ارايت ان كذب وتولى، ماذا له؟ نعم. الم يعلم بان الله يرى اي ما صدر منه اي يعلمه فيجازيه عليه. لذلك ليش ربنا بده الم يعلم بان الله يرى؟ لأنه بس يعمل هذا الفعل شو بكون؟ بتخفي. ممتاز. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني ما بيكون عم يعمل هذا الفعل أمام كل الناس، لأنه يعلم باطنيا أن هذا الفعل لن يقبله الجميع منه، فيعني يفعل فعل الحرامي السارق، يسرق الشباب بيجي بيقول له أنا شفتك عم بتعفي اللحية، شو عم يصير معك؟ كنت على البرندة شفتك عم تلبس لي عباية وبلش تمشي مع الشباب، شايفك عم بتبلش تحط ايدك ومعش تسلم قالوا معاني شو، فهو قال عم بينصحه، بينصحه على جنب يعني، واني لك ناصح امين، حيبكي بعد شوي. فربنا يقول الم يعلم بان الله يرى، انه انت بتخبي من مين؟ شوي الم يعلم بان الله يرى المتخفي في الصد عن سبيل الله. نعم. أي أعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى، ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان. كلا ردع له، لئن لام القسم لم ينتهي أي عما هو عليه من التهديد. كيف اليوم تقول لواحد إذا ما بتنتهي على اللي عم تعمله سأفعل كذا وكذا، تهديد، بس تهديد من مين؟ والله يا أخواني كل الذين يقفون في وجهنا وكل الذين يقفون في وجه الدين والالتزام والملتزمين، والله نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، والله هو الذي يدافع عنا. وهذا يا أخواني في الله مش منهجنا نحن، مش منهج مسجدنا، هذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء. يعني بالله عليكم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لي شي مرة وقفك بنص الكعبة وقعد يرد على أبو جهل وعلى أبو لهب وعلى أبو سفيان قبل الإسلام ويرد عليهم واحد واحد، وهني صد ورد وكلام، وحالة النبي مثل اللي حاطت إيديه في الأذن ويرفع الأذان، فهو لا يسمع ما يقولون وينطق ويلهج بما يقول وما يعتقد به، وهو يعلم أن الله هو الذي يتولى أمره. لذلك ربنا تعالى قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب يا ربي والناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، أنت استقيم والله تعالى يحميك ويمنعك. كثير من الإخوة حكوا لنا ولو معنا وقت نحكيكم قصص في هذا المجال، أول ما التزموا حوربوا من أقرب الناس إليهم، والحرب أنواع يعني، بتحارب من أبوه، بتحارب من أمه، بتحارب من أخوه، بعض الناس بيتحاربوا من 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 ناس باسم الدين. التقيت بواحد بالأردن كنا خارجين بالزرقاء، التقيت بشاب كله وشم وشعره طويل بس هيك لابس عباية وبين يعني جديد، ملتجم تائب جديد، فجلسنا معه سبحان الله نتحدث نحن وياه، فمما أخبرني به
أنه كان لمدة 10 سنوات يقف على باب المسجد أعزكم الله الأنين بإيده يشرب، ما حدا كان يقول له وين رايح وين جاي، بس كانوا الأحباب كل ما يمروا ويروحوا ويجوا ويسلموا عليه ويقولوا تعال معنا على المسجد، 10 سنين ما يسمع منهم. بعد 10 سنوات كثرة إكرام 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 وصبره الأحباب عليهم دخل على المسجد، بس دخل على المسجد صلى فصار يبكي، بعدين استعاد يطلع مع الشباب 3 أيام، أول ما رجع من 3 أيام رجع لابس عباية وحاطط طاقية، فبيجي واحد بياخده على جنبه بياخده على جنبه ورا العمود بقول له بدي أنصحك نصيحة، بقول له شو؟ بقول له اتق الله، بقول له خير مش فاهم أنا، قال له ما تروح تخرج في سبيل الله هذا بدعة ما بيجوز، وضوى عنده الأحمر وبلش يصرخ له بالجامع، رجع القديم يعني قبل 3 أيام. فذهب عند شيخ وأخبره بما يعني حدث معه وكتب قصيدة كاملة إن شاء الله ببعثكم هي على مجموعة المعهد، كتب الشيخ في يعني في مثل هذه الحالة. لذلك الصد والرد عن الدين كثير بكل الأنواع، فربنا جل جلاله يهدد، لذلك بآيات أخرى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من أظلم وسعى في خرابها؟ أبدا، لا أحد. كلا لئن لم ينتهي، شو الجواب؟ لنسفعا بالناصية. شو قال عن تفسيره؟ أي لنجرن بناصيته إلى النار. ناصية كمل. ناصية كاذبة خاطئة، أي وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها. السفع لنسفعا إلها أكثر من معنى، من معانيها الجر، عياذ بالله إذا بدك تجر إنسان أصلا حالته هو عم ينجر إهانة له، بس بينجر من قدمه، بينجر من إيده، بس بينجر من الناصية. الناصية هي هيدا الناصية، الناصية اللي هون بتجابه الجبهة التي جابه فيها الناس، هي اسمها الناصية، يجر من ناصيته. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من يمشي يوم القيامة على قدميه، ومن الناس من يمشي على يديه، ومن الناس من يمشي على بطنه، ومن الناس من يجر على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. نحن ما نعرف كيف، ما رأينا هذا، ولكن هذا يقول يوم القيامة. ومن معاني الأخرى كلمة نسفعا أي نضرب، لذلك بسورة المؤمنون ربنا تعالى قال تلفح وجوههم النار مثل الكف. نسفعا بالناصية، لما؟ ناصية كاذبة خاطئة، هذا الذي اضطر ليكذب حتى يصد الناس عن الدين وعن سبيل الله فهو مخطئ وهو كاذب. لذلك يقال للمتخصصين بالإعجاز العلمي اليوم قالوا أن الدماغ مقسم لأقسام، قرارات الصدق والكذب التي تخرج من الإنسان فمصدرها مكان الناصية، لذلك قالوا من الإعجاز العلمي في القرآن أن الله قال ناصية كاذبة، فمكان الكذب القرار الذي يأخذه الإنسان بالكذب أو الصدق يكون من مكان الناصية، هذا المكان. نعم. فليدعو نادية أي أهل ناديه. نادية يعني النادي، فليدعو نادية يعني هو كان يتجمع عنده مجموعة، كان يتجمع معهم بالشارع في الزاوية مصر أهل الدين يستهزئوا بأهل الدين، فربنا يقول فليدعو نادية، ادع لكل اللي كانوا معك، يعني كأن الله تعالى ولا مثلا يشبه أنه مثل يعني فريقين، مثل حلبة صراع، فليدعو نادية سندعو الزبانية، يعني نجيب اللي عندك ونجيب اللي عندنا. مين نادية ومين الزبانية؟ الزبانية هم ملائكة النار. الملائكة أصلا هي أمون غليظة عظيمة كبيرة، وخصص الله أشدها للنار، أقبحها منظرا، أخبثها ريحا، أشدها قوة، أقواها، هم ملائكة النار. فربنا قال أنت ومن معك في النادي من أهل الدنيا اجتمعوا وسندعو لكم الزبانية. طبعا هذا من باب التقريع، ربنا غني عن الزبانية وغني عن النار، ويستطيع أن يعذب كيف ما يشاء بما يشاء من يشاء وقت ما يشاء، ولكن من باب التقريع أنه ما تفكر هول المؤمنين ما فيش لهم ظهر لهم، ولكن يوم القيامة سيأخذون وسيرون هذا. سندعو الزبانية. طيب شو الحل يا شيخ؟ شو الحل؟
شو أعمل؟ أنا إنسان مبتلى، الناس حولي معديتني، شو أعمل؟ أول ما التزمت عوديت، أول ما خرجت في سبيل الله عادوني، أول ما طلبت العلم عادوني، ماذا أفعل؟ هذا الحل، اقرأ. وهو المجلس ينتدى أن يتحدث فيه القوم، وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها من رجل، ما بها رجل أكثر ناديا مني، لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت. أبو لهب عم بيحكي الكلام، عم بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، عم بقوله أنت بتعرف أنه أنا أكثر واحد بمكة إلي كلمة، وأنا إذا بدي هلأ بكلمة واحدة بجمع كل أهل مكة عليك. حتى في رواية أخرى تقول أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي ونازل يصلي بالحرم، فأبو جهل ومن معه مجتمعينك بنادي، فنظر إليه قال والله أقسم بآلهتهم، قال لئن رأيت محمدا يسجد لربه لأطأن بقدم هذه عنقه. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة، فقام أبو جهل ومشى، فوقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام فركع ثم سجد، كان ينوي أن يطأ بقدمه الخبيثة عنق النبي الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فراوي الحديث قأيناه يتراجع القهقرة. شو يعني القهقرة؟ كانوا حدا مدفشه الحديث في البخاري. فعندما عاد قيل له: يا أبا جهل، قلت أنك ستطأ بقدمك عنقه، فماذا حل بك؟ قال: رأيت بيني وبينه خندقا من نار، لو اقتربت لوقعت فيه. قالوا: يا رسول الله، رأينا أبا جهل فعل ذلك وقال ذلك. قال: والله، رسول الله يقول: والله لئن تقدم إلي لخطفت الملائكة روحه. سندعو الزبانية، جيب اللي عندك، تقدم سندعو الزبانية تخطف روحك. رسمت له، هيئت له خندقا من نار بينه وبين النبي، سندعو الزبانية. طب شو الحل؟ نعم، خيلا جردا ورجالا مردة، سندعو الزبانية أي الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه. وفي الحديث: لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. الله أكبر. الزبانية قلنا ملائكة، الحديث اللي قلنا لأخذوه عيانا، يعني كان منظر هو عم بيتاخذ أمام الكل، هيك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كلا، ردع له: لا تطع أي يا محمد. شو العمل؟ بس نسمع احنا هذا الكلام اللي بيأخرنا عن الدين وجهد الدين وشو بدكن وما تروحوا، لا تطعه. هذا كلام مش للنبي، للجميع، لا تطعه، بس مع الاحترام والتقدير. حتى ما يروح واحد يقول: شيخ انتم عم بتحرضوا الاولاد علينا. لا، هو اذا كان كافر الله امرك تطيعه بالمعروف، اذا كان كافر الله امرك تطيعه بالمعروف، ولكن لا تطع حرام، لا طاعه لمخلوق فيه معصيه الخالق. نعم. في ترك الصلاه: واسجد اي صلي لله، واقترب أي منه بطاعته. مش المقصود السجود بحد ذاته، يعني أنت نهيت عن الطاعات فلا تطعهم وزد، لا تطعهم وزد، لا تطعهم وزد. ليش اختار السجود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شو رأيكم بمعنى كلمة أقرب بالحديث، حديث في الصحيح؟ شو يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ عشان حدا يفكر أقرب يعني ثم أقرب لله بالسجود. لذلك في القرآن وفي الحديث هذه مؤولة، أقرب ليس المقصود مكانا، إنما أقرب بإيمانك، أي أنت كلما زدت في السجود كلما إيمانك صار أقرب من إيمان الأنبياء والأولياء والصالحين، وكنت بإيمانك أقرب إلى الله تعالى. الآن ذكرنا عندنا سجدة بس تخلص إن شاء الله. سورة القدر. نعم. مكية أو مدنية، خمس أو ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. طيب، سورة القدر، شو يعني القدر؟ لا انتبه، ما الفرق بين القدر والقدر؟ طيب شو الفرق بين القدر والقدر والقدر؟ القدر وعاء. هذا شو القدر؟ القدر القيمة، قدرك عند الله، قيمتك عند الله. قدر من القضاء والقدر، الأمر الذي قدره الله أي كتبه الله عليه. طيب خلينا نرجع للقدر، لأنه سورة اسمها القدر، طلعوا بتسكين الدال، مش القدر ولا القدر، القدر، القد، قد، قدر. طيب من معاني القدر القيمة، شو كمان؟ ما هي قيمة منزلة نفس المعنى،
ليش ما عاد يرامي أرب له أن يشوفك؟ ما هو إلا المقدار القيمة. نعم مقدار كمية يعني تقصد قدر الشيء إذا بدنا نحكي نعم ممكن كذلك كميته شو كمان. فإذا صار عندنا قدر قيمة وقدر كمية هذاك القدر. بقولكم آية شوف إذا فيكم تعرفوا منها ونحن قلناها قبل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نضيق القدر الضيق من معاني القدر القيمة والكمية والضيق. طيب فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فتح الله عليك. تمام لما سميت هذا بليلة القدر؟ فيها نطبق فيها كل المعاني. قال العلماء أن الله جل جلاله في هذه الليلة يقدر هون يقدر عن القدر يقدر أن يكتب مقادير الخلق والعباد. هون مقادير يا فتح بمعنى شو هون؟ لا الكمية هون يعني ماذا سيكون معك في هذا العام من أمور وماذا سيصيبك في هذا العام من مصائب وبلايا. فربنا يقدرها في هذه الليلة عام كامل. وليلة القدر بمعنى القيمة سميت بهذا الاسم لقيمتها وقدرها عند الله. ليش؟ لأنها خير من ألف شهر ولأنها سلام هي حتى مطلع الفجر ولأن الله جل جلاله جعل فيها أعظم أيام وليالي السنة. طيب ثلاثة الضيق ليه سميت بليلة القدر بمعنى الضيق؟ نعم لا قالوا من كثرة ما ينزل من ملائكة إلى الأرض في هذه الليلة تضيق بهم الأرض تنزل الملائكة والروح فيها من كثرة ما ينزل فيها من ملائكة. نسأل الله أن يبلغنا وإخواننا ليلة القدر. تتذكروا الليلة الماضية إخواني كيف كانت السنة الماضية؟ سأل الله أن يتقبل منا يا رب العالمين. طيب لما نزلت سورة القدر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما نزلت سورة القدر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله ألف عام ألف عام كامل فكأنه تقال عمر هذه الأمة. يا رب في بالأقوام اللي قبل ناس عبدوك ألف سنة طب هو اللي مشحرين ستين سبعين سنة أن جاي يعيشوا. فكأن النبي تضيق فإكراما من الله لنبيه جعل له ليلة تساوي ليلة تساوي أكثر من 83 سنة مش مثله أكثر. لذلك خير من ألف شهر. هذا كل سنة تخيل عشت 60-70 سنة الله يكرمك كل سنة بليلة القدر. وليلة القدر حقول كل شيء قبل ما عشان نقرأ دغري مباشرة. وليلة القدر يا إخواني في الله تنتقل في الأيام العشر الأواخر من ذي الحجة من رمضان ليالي العشر وكانت محددة سابقا. ولماذا رفع علمها؟ خلاف بين اثنين اختلفوا ارتفع أعظم فضل عن الأم بسبب اثنين اختلفوا. قديش في خير عم يرتفع عن الأم اليوم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفعت عني ليلة القدر رجلان تلاحيا فرفع عني علم ليلة القدر فمعاش أعرفها إلى قيام الساعة. كم محددة طبعا لحكمة الربانية. ما الحكمة من رفع ليلة القدر؟ حتى تجتهد الإنسان في العشر حتى يجتهد الإنسان في العشر الأواخر من رمضان في التحري والبحث عن هذه الليلة حتى نفهم أن الخلاف والشقاق هو سبب الخراب. لك لو كان العمل بسيط وعلى البساطة وعلى البركة بس في محبة الله بيجعل فيه نور. ولو كان العمل مثل الجبال بس في خلاف بالقلوب ما في قلب بركة. من البيت للمسجد للأم كل سوا. اقرأ في ليلة القدر. أول شيء ليش قال إن لما قال إني لما قال إني أنزلته لما قال إن أنزلناه أليس الله واحد؟ هذا باب التعظيم. تقول لحضرتكم تفضلوا حضرتكم أنا واحد هذا التعظيم صيغة من صيغ التعظيم.
حضرتكم إنا كلم عن نفسه ويعظم نفسه وتعظم. نعم أنزلناه ما هو؟ كيف أنزلنا فيها القدر؟ ما هو مرة واحدة نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل رأيان احفظوهم. الرأي الأول أنه بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، هذا الرأي الأول. الرأي الأول أنه بدأ ينزل على النبي في ليلة القدر. والرأي الثاني أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كاملا في ليلة القدر، ثم من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقسما حسب. تمام؟ تفضل. هذا الكلام يعني قد يقبل إذا كان ما فيش أدلة تانية بتدل أن الله جل جلاله أنزل القرآن في هذه الليلة. لو نرجع مع بعضنا لسورة الدخان، ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قدر هناك؟ ما في قدر، بيتكلم عن القرآن. والليلة المباركة هي سورة، هي ليلة القدر. فلذلك اتفق جمهور المفسرين، هنا بفضل الله قبل ما نعطي الدرس براجع تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي والسعدي والطيار وغيرهم، كلهم قالوا أن ليلة القدر وأن القرآن. فمثل هيك أراء أنا بعتبرها شاذة، والله أعلم. نعم. أي الشرف والعظم، وما أدراك أي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هون أخذ معنى واحد القدر اللي هو شو؟ الشرف والعظم. نعم. ما ليلة القدر أي تعظيم لشأنه. ما مقصود السؤال؟ تنبيه، تعرف فلان ولو بخبرك مين فلان؟ طب ما كنت تقول له مين هو؟ لا لا، بدي خليه ينتبه، بدي شد انتباهه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قبل ما يخبره شو هي، وما أدرك ما ليلة القدر. فعندما تسمع هذا يشد الانتباه حتى تعلم قدر هذه الليلة، قدر ليلة القدر. نعم. أي تعظيم لشأنها وتعجيب منه. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها. والليلة في الشرع تبدأ متى وتنتهي متى؟ من الغروب إلى الفجر. عشان هيك من الأخطاء أنه كثير من الناس بقوم كل ليل قبل الفجر نص ساعة، بروح يتسحر بالبيت، بروح على الفجر أو بروح على آخر نص ساعة أو بروح على بعض. ليلة القدر تبدأ من الغروب إلى الفجر، ليلة كاملة. فربنا قال ليلة القدر، يعني من أدركها كلها خير من ألف شهر. وهم بين قوسين بدلكم حديث رائع، في عمل الذي يفعله أجره أعظم ممن يصلي ليلة القدر بس عند الحجر الأسود. تخيل واحد الله بيكرم يروح السعودية ويعرف أي نهار أي ليلة كان ليلة القدر مثلا، افتراضا عرف، وكان محله بوجه الحجر الأسود، ويخلص ركعتين يقوم يطوش بوسي، يا ركعتين يرجع يبوس بوسي، ويقرب حد الحجر الأسود ويأخذ الحجر الأسود، يمسح الحجر الأسود ويعمل له شوية طواف. تخيل أما عبادي. في واحد في حديث في عمل خبرنا عنه النبي اللي بيعمله خير ممن أدرك ليلة القدر عند الحجر الأسود. تفضل. بس صدق رسول الله، موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليش؟ لأنه صاحبنا اللي عم بقوم ليلة القدر عم بيصلي لمين؟ لنفسه. وصاحبنا اللي قايم ساعة في سبيل الله قايم لوين؟ للأمي. يمكن هاي الساعة تكون سبب هداية إنسان، هذا الإنسان يكون سبب هداية أمي، وإنت خليك عم تبكي كل الليل لا تجتهد إلا على نفسك. لذلك قالوا ضحك الداعي خير عند الله من بكاء العابد. لماذا؟ لأن العابد يبكي لنفسه والداعي يبكي يضحك حتى يأتي بالضالين لبيت رب العالمين. نعم. تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل، والروح أي جبريل، جبريل عليه السلام اسمه الروح، فيها أي في الليل. لما قلنا سابقا يمكن ليس ما ربنا تعالى جبريل الروح؟ ممتاز، لأنه نزل بالقرآن، والقرآن غذاء الروح، وهو الذي ينشئ الروح وهو الذي يقوي الروح، فسمي من أجل ذلك أنه روح، وأضيف له صفة أخرى الأمين.
ما شو يخذ روحنا؟ لا لا ما بعرف إذا في قول يقول أنا ما سمعت يعني. قد يقول الله أعلم، بس يعني ما قرأنا أنه جبريل موكل بقبض الأرواح، هو ربنا تعالى خلق الملائكة ووكلهم بوظائف، وظيفة جبريل هو نقل الرسائل من الله، وملك الموت موكل بنزل الأرواح، كيف ربطها أنه جبريل يأخذ أرواح الله أعلم. نعم. بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر أي قضاه، أي قضاه الله فيها، لأنه ما تخيلوا أنه في ملك ممكن يتحرك بدون إذن الله. عشان هيك جبريل عليه السلام عندما تأخر على رسول الله مرة شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا تزورنا دائما كما كنت تزورنا؟ فماذا أنزل الله؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. لو جبريل وشايف العظمة ما بتحرك إلا بالشورى، إلا نرجع نسمع ونطيع، يا ربي ماذا أفعل؟ انزل أنزل، لا تنزل لا تنزل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. سلام هي حتى مطلع الفجر أي إلى وقت طلوع، إلى وقت طلوعه، جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة، لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. هذا قول من الأقوال، وقيل أنها سلام من أذى الشياطين، وقيل أنها سلام من الطامات والمصائب التي تصيب الأمة. لذلك مرة سمعت، بس ما بعرف ما تأكدت منه يعني، سمعت أنه طائرة أرادت أنه يعني تضرب بلاد من بلاد المسلمين في مثل هذه الليلة، وقدر لنا كانت ليلة القدر، فرد الله كيدهم في نحرهم وتهدمت أو صار مع شيء. قرأت مرة هيك مقال أو طيرتين فطبعت، ما بعرف علميا إديش صحة الخبر يعني، بس انتشر، وهذا قد يكون صحيح، لأن الله عندما يقول سلام سلام يعني سلام كامل. نعم. صحيح، هذا أمر منطقي، فوجد أنه في ليلة من الليالي تيسمع النساء شو اللي صار، أنه في عالم من العلماء كان يدرس في علم الفلك، فكان يبحث في العشر الأواخر من رمضان، فوجد أنه في ليلة من الليالي هذه النيازك التي تصيب الأرض تتوقف بالكامل في ليلة من الليالي وتتبدل كل عام. نيح هذا، خلينا نتواصل معهم بيصير خبرنا كل سنة أمتى ليلة القدر. طيب نختم إن شاء الله بسورة البينة بإذن الله. هذه السورة يا إخواني لها شيء عجيب، شيء رائع جميل. هذه السورة ذكر الإمام حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب واحد من الصحابة، من هو؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب من قراء الصحابة، فدعا، إجا أبي جلس، نعم يا رسول الله، فقرأ عليه سورة البينة، إجا الأعود وصار النبي يقرأ، يعني أبي عاد يسمع مبسوط النبي عم بيقرأه. ثم عندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أم أبي قال: يا رسول الله، الله سماني؟ إنه قال لك يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي، يعني اسمي الله ذكره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فصار يبكي أبي، قال: الله يسميني؟ الله يسميني؟ يقول لك اقرأ على أبي، اسمي ذكره الله جل جلاله. فهذا فيه بيان فضل وعظمة أبي بن كعب. ثانيا، وهذا ركز في الثاني، فيه بيان أن العلم لابد أن يكون بالتلقي، لذلك من كان شيخه كتابه كثر خطأه. يوم أخ كان عم بيسألني ببعض الأمور بموضوع، فقلت له هذا الكتاب ما مناسب تقرأ فيه. طب ما كانش عارف مطالعة، لا، لابد أن ترجع إلى أهل العلم. لذلك المطالعة من دون أستاذ، من دون مرجع، من دون معلم، فقد يكون سببا للضلال وسببا للخطأ، وخصوصا القرآن. لذلك أبي بن كعب كان من القراء، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة من طريقة تقريء أبي أن القرآن لا يؤخذ إلا عن طريق التلقي، وهذا ذكرناه سابقا، وقلنا اللي بيحفظ قرآن أو اللي براجع قرآن أو اللي بيتعلم قرآن بدون شيخ بيلاقي حاله بعد ما خلص خمسة أجزاء عم بيخطب القرآن كتير. لك يا حبيبي ليش عم تحفظ بدون شيخ؟ لا يحفظ القرآن إلا عن طريق التلقي، لا يطلب العلم. أقول لي أنا عم بقرأ كتاب فقه، هيك عم بتصفحه، لا، الفقه عن طريق علماء يؤخذ. العقيدة بالذات لا تؤخذ إلا عن طريق علماء. التاريخ، المصطلح، الاطلاع، حابب تطلع على قصص
هيك مقالات إيمانية مثلا كذا، قصص أحاديث نبوية لا بأس، بس شيء أمور متعلق بدينك بفقهك وعقيدتك وتجويدك لا، لابد أن يكون على يدي علماء. فلذلك النبي يعني قرأ أبي بن كعب تقريءا سورة البينة. والبينة ما معناها يا أخواني؟ من الوضوح عكس الغموض. هات لنشوف شو اللي كان غامض وتوضح. نعم، سورة لم يكن، شفتوا شو بسميها؟ يعني الإمام جلال الدين شكله يقدم دائما هذا الرأي اللي هو تسمية السورة بأول كلمة أو كلمتين فيها. سورة لم يكن، نعم، مكية أو مدنية، ثمان أو تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من، أي للبيان، أهل الكتاب والمشركين، أي عبدة الأصنام، عطف على أهل. منفكين، خبر يكن، أي زائلين عما هم عليه، حتى تأتيهم، أي أتتهم البينة، أي الحجة الواضحة. ركزوا معي شوي. أول شيء آل الذين كفروا، ماشي؟ بعدين شو قال؟ من أهل الكتاب والمشركين. طب ليه فرق بينهم؟ لا، طيب هول المشركين بيؤمنوا بالله ويشكوا معهم، تقول انت أهل الكتاب شو؟ طب مش هني مشركين؟ آه. فإذا عندنا مسألة مهمة لازم نعرفها، في أحكام خاصة لأهل الكتاب وفي أحكام خاصة للمشركين. المشركون إذا أطلقت في القرآن المراد منها من لا يؤمن بالله مطلقا، تمام؟ لذلك ربنا تعالى بالقرآن ذكر تحريم نكاح المشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى آخر الآية. ما المقصود بالمشرك هنا؟ الذي لا يؤمن بالله أصلا. طيب ما المقصود بأهل الكتاب؟ هم من نزل عليهم الكتاب، مثل اليهود والنصارى نزل عليهم التوراة والإنجيل فآمنوا بالله، لكن مع الوقت أشركوا معه غيره، لكنهم ما زالوا مؤمنين. ذلك بقول لك نحن نؤمن بالله بعدين ويدخلون معه، بس هن شو اسمهم؟ هن شو اسمهم؟ كفار. اسمهم لم يكن الذين كفروا. كفروا مين؟ من مين؟ من أهل الكتاب والمشركين. فإذا أهل الكتاب والمشركين هن كفار، بس هن قسمين. فإذا الكفار بديننا قسمين، الكافر قسمان، وكل قسم له أحكام. القسم الأول أهل الكتاب، والقسم الثاني مشرك. ما أحكام أهل الكتاب؟ يجوز الزواج منهم، ولكن بشروط من بينة في وقت بيان فقه، أن تكون محصنة وأن تكون عفيفة وأن تكون طاهرة وأن لا تكون تتخذ أخدام وأصحاب، وهذا فكت شبه مقطوع في هذا الزمان. والحكم الثاني اللي ممكن يستخدم هو جواز أكل طعامهم. لذلك يقال أنه إذا كنت في بلد، هذا المعتمد في المذهب الشافعي، إذا كنت في بلد كل أهله من النصارى والمسلمين وليس فيه مشركين، ويجوز الأكل من لحمهم إن كانوا يذبحون، تمام؟ ولكن إذا كان غالبية أهل البلد من المشركين، رحت على الصين بيجوز تأكل من اللحم عندهم. ليش؟ لأنه مش هن نبوذ، منهم النصارى، ما عندهم ذبح. رحت على الهند ما عندهم، عند سيخ مثلا، هن مزيين وسيخ، منهم أهل الكتاب، ما بيجوز. أما رحت على فلسطين بدك تأكل وأكل من عند اليهود مثلا، يجوز، لأن اليهود أصلا متشددين في الذبح أكثر من المسلمين. هذه الأحكام التي بيّنها الله في القرآن وفي السنة. نعم، رسول من الله. بس شو اللي حاحكينا هلا عن أهل الكتاب والمشركين؟ ولكن شو المقصود من الآية؟ المشركين كانوا ناطرين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا يقولوا اليهود سننتظر مجيء آخر نبي وسنقتلكم فيه، يقولوا الأعداء سنقتلكم معه، بس كانوا يظنوا أنه شو؟ أن النبي سيأتي منهم. لذلك عندما جاء النبي اللي هو البينة، لأنه كانوا عندهم غموض، شو بدنا نعمل الآن بالحياة؟ منتظرين البينة. جاءت البينة فاختلفوا وما آمنوا بعدما جاءتهم البينة. نعم، رسول من الله، أي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مين طلع البينة؟ النبي
النبي هو البينة، البينة هي النبي. نعم. يتلو صحفا مطهرة أي من الباطل، اللي هي القرآن، صحف فيها كتب أي أحكام مكتوبة. الكتب ما كتب يعني كتب، لأنه بتقول لي الشيخ ما هو كتاب واحد كيف فيها كتب، لا المقصود هنا بكتب أي ما كتب فيه. قيمة أي مستقيمة، أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائي به معجزة له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال أن اليهود اختلفوا على 70 فرقة، 71 فرقة، والنصارى اختلفوا على 72 فرقة، وهذه الأمة تختلف كذلك، واختلافهم كان بعدما جاءتهم البينات. وهنا الطامة يا إخواني والمصيبة، أنك تجد الإنسان، وهذا أنا بقوله من باب المثال واقعي، تجد الإنسان عندما كان عاميا يحب الكل، في كثير من الناس إلا رحم الله، عندما عاميا بسيطا عامي تجده يحب الكل، بيجي على المسجد بيكون بعده تائب جديد، بيطلع الناس ومما شاف بعانق وبحب الكل، بلشت تجي البينات، بلشت تجي الحقائق اللي عم تكشف له الغموض، فلأنه أخذها بطريق غير صحيح بدون تزكية فبدأ يفرق بالناس. عشان هيك يا إخواني في الله احذروا الخلاف بعدما تأتي البينات، وكل علم أورث في قلبك حقدا على أحد أو بغضا لأحد فبئس العلم ذاك وبئس من علمك. عشان هيك يا إخواني هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، احسن الظن بالجميع وأحب الجميع. العلماء يقولوا إذا كنت في قلب سليم على كل الناس وتحب كل الناس فهذا القلب يدخلك الجنة، ولكن لو جمعت علوم الأمة ولكن وقفت بين يدي الله بقلب غير سليم، هذا بتصنفه مبتدع، وهذا بتصنفه مشرك، وهذا بتصنفه ضال، وهذا بتصنفه على غير الجادة، وهذا على غير مش عارف شو، وانت الوحيد على الطريق الصحيح، وتلقى الله هذا العلم كمثل الحمار يحمل أسفاره. كيف الحمار عزكم الله بتحمل كتب بيستفيد منه شيء؟ أو هذا تحمل أسفار وصارت تضره أكثر. لا، هذا بنقول له خليك عمي كنت قبل أحسن تحب الناس. يعني مش نحكي كلام، نحن وحزنانين يا أخواني، والله حزنانين، نحن وحزنانين، شباب بنشوفهم بعيوننا، بس كان بالطريق يجي يقول لك يا شيخ ادعي لي أنا بعيد عن الله بدي توب، تجي بتشتغل 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 عليه، بيجي على المسجد، بس يجي على المسجد بيكون بعده تائب، لسه ما بتيجي بعض الأفكار تنبس فيه بصير يطلع فيك بالقلب، سريع بس بوجهك، لكن نسيت مين كان سبب هدايتك، لكن نسيت أيام ما كنت قبل التوبة، لا خلاص الله صار بدي يصنف، بدي يحط مقياس وميزان ويزين في الناس. فهذا حصل مع أهل الكتاب، ربنا عم بخبرنا أنه حصل مع أهل الكتاب، فاحذروا أن يحصل كذلك معكم هذا. فنحن يا إخواني منهجنا نحب كل الناس. أنت مين؟ لمين تابع؟ الله غير حبيبي، أنا مسلم أحب كل وأحسن الظن بكل الناس وأتمنى الخير لكل الناس، لا أريد أن ألقى الله وفي قلبي غلا على أحد. مستعدين يا إخواني؟ يا أنس إن استطعت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فأفعل، وإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. نعم. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، فحسده من كفر به منهم، وما أمروا أي في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه مخلصين له الدين أي من الشرك، حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. حنفاء جمع حنيف أو أحنف، من هو الأحنف؟ الأحنف في اللغة هو الذي في قدمه ميل، يعني عنده عرجة، اللي بيلوق هو ماشي اسمه أحنف. فأنت كإنسان معرض لطريق الضلال والشرك، فعندما تميل عن هذا الطريق فأنت اسمك أحنف،
لذلك ملة النبي هي الملة الحنيفية التي فيها ميل عن طريق الشرك والضلال إلى طريق التوحيد والهداية. نعم أيوة على إجابة. فكيف كفروا به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ تعرفوا أنتم أن الصلاة والزكاة كانت مفروضة على الأمم السابقة بس بغير الطريقة اللي احنا بنصلي فيها الآن. يعني اللي تغير الآن هو بس الكيفيات المقادير الأوقات، ولكن الصيام كان مكتوب والصلاة كانت مكتوبة والزكاة كانت مكتوبة والحج كان مكتوب سيدنا إبراهيم، بس تغير التفاصيل العبادات لهذه الأمة. نعم. وذلك دين أي الملة القيمة أي المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فإذا أهل الكتاب كمان مشركين وهم في النار. حتى ما يجي واحد يقول لي شيخ لا ما هن هول يعني كانوا مؤمنين بالله، الله أعلم بحالتهم. لا، اليوم واحد من الإخوة سألني قال لي شيخ وحدة توفت نصرانية بدنا نعزيها أو بدنا نعزي أهلها، يعني شو منقول لهم؟ بجوز الله يرحمها؟ بجوز؟ شو الدليل؟ لا، شو الدليل انه مجوز ترحم عليها؟ على خالدين في ها ما كان للنبي شو المشركين والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. بتقول لي شيخ انا بدي اروح على العزة شو بدي اعمل؟ شو بدي اقول لهم؟ سؤالنا لك بتقول لهم خيره بخيره شو نلعب فوتبول والحاج اي الله يصبركم وتنوي بالصبر الدين. عوضكم الله خيرا، عوضكم الله خيرا. شو بتنوي فيها؟ الاسلام، انه الله يعوضكم بموته، توبوا الى الله وترجعوا بقى وتسلموا، الله يعوضكم خير. بس ما تقول له الله يرحمه، الله يرحمون، الله خلاص. ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين، ما بيجوز تدعي له بالمغفرة. نعم أكمل. أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى. أولئك هم شر البرية. إن الذين شو البرية؟ الخلق. بس من شو إجت؟ من البارئ. ممتاز. البارئ يعني الخالق. برأة النسمة أي خلق النسمة، فهذه اسمها برية المخلوقات، دليل لدقة المخلوقات وعظمتها. وكأن الله يقول كل الكفار صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم هذا حالهم. طبعا بس بين قوسين قلت صغيرهم، الصغار عقيدتنا أن صغار المشركين لا نحكم بكفرهم، إنما حالهم إلى الله جل جلاله يوم القيامة. ربنا تعالى هو الذي يبتليهم ويحكم الجنة أم إلى النار قبل البلوغ يعني. نعم. ولد على الفطرة طبعا. لا، ما هو الأصل أنه حسب، يعني إذا كان ممن توفي وهو مولود صغير هذا لسه ما شاف شيء من الكفر غير ذلك، أما ممن مارس بعض الشعائر اللي فيها كفر وبلغ 10 أو 11 هذا أمر مختلف. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. يعني مش خير الناس يا إخوان اللي معهم مصاري، مش خير الناس اللي عندهم فلل، مش خير الناس اللي بيعرفوا النواب والوزراء. آمنوا وعملوا الصالحات. طب شيء تاني؟ لا، يعني لو كان تيابه عادية، لو كان ما عندوش سيارة، لو كان بيته خيمة، ما خصم بميزان ربنا تعالى ما إلى وجود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس بشرط اللي قلناه بنص السورة أنه شو آمنوا وعملوا الصالحات بقلوب سليمة محبة للناس أولئك هم خير البرية. سنك اللهم صل على سيدنا محمد. بسأل النبي عليه الصلاة، دخل رجل على رسول الله مجلس رسول الله ولحيته تقطر ماء، فشو قال النبي؟ يدخل عليكم الرجل، شو طلع رجل أهل الجنة؟ مين طلع؟ وبعد ما راح لعنده واحد من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وكل يوم يشوفه ويراقبه، بعدين قال له يا عمي أنا ما شفت عليك شيء غريب، أنا بس بدي أسألك، أنت النبي قال عنك تدخل الجنة، في مجال تقول لي شو عامل؟ قال له والله زي ما شفت. ذاك الزلمة استغرب حمل حاله وراح، هو واقف على الباب قال له بس تعال شوي أخبرك. جاء
قال أنا ما وضعت رأسي على الوسادة إلا سمحت كل الناس. قال بتلك سبقتنا. هاي اللي صعبة. هاي دي ما فيناش صعبة. كل يوم بدي سامح اللي عملوا معي وسابوا معي بنهار. بصلي قد ما بدك وبصوم قد ما بدك وبقرأ قرآن وبحضر مجالس علم بس ما فينيش سامحه. ما عمل معي عمل اليوم. قال له هذه اللي ما فيناش نطيقها. عشان هيك هؤلاء ضمن لهم النبي أنهم من أهل الجنان. الجزاء من جنس العمل. عفا فعفى الله عنه. سامح فسامح الله. غفر الله. ما مستعد يعفي لا يعفو الله. انت شو بدك؟ انت شوف اختار شو بدك. تعفو فيعفو. ما بدك تعفو ما بيعفو. بيحاسبك. فنسأل الله يجعلنا إياكم ممن عفا يا اخوان. ما تجعلوا احقاد بينكم من احد يا اخوان. الله يرضى عليكم. خاصة طلبة العلم. تواصلوا مع اقل شيء بتليفون برسالة اتصال زيارة بين حين والاخر ضروري. نعم. أي إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم أي بطاعته ورضوا عنه. الأنهار جاءت جمع للجمع لشو؟ شو الأنهار الموجودة في الجنة؟ ماء وعسل وخمر ولبن. وقيل هذا فقط أنواع وما يعني وما خفي أعظم. ورضوا عنه أي بثوابه ذلك لمن خشي ربه. كيف رضوا عنه؟ نحن بدنا نرضى عن الله. هم رضوا عن العطايا التي أعطاهم إياها ربهم جل جلاله. وكيف هو يرضى عنهم؟ عندما يكشف عليهم الحجاب فيقولون أتريدون شيئا أعطيكم؟ يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم. أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته. فإذا الخشية معناها إيش؟ الخوف. ذلك أي هذا المقام لمن خشي ربه لمن خاف ربه. أسأل الله يجعلني وإياكم من الخائفين.